معجنك وصحيح، أخبار محايد ومعلومات وبرامج تعليمية، وكمان بيسعى إلى زيادة مشاركة للمواطنين بتاع جنوب السودان في الحياة المدنية في الدولة بتاعهم. أي راديو بيوفر لك آخر المعلومات التنفيذية عن اتفاقات السلام لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان. أي راديو بيوفر المعلومات حول اتفاقات السلام، والآراء ومراجعات مختلفة، أصحاب المصلحة والأطراف المشاركة في تنفيذ اتفاقية السلام لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، والمزيد والكثير من أنحاء نزاع جنوب السودان. آي راديو دوش معتاد لمنظمة آي ميديا، منظمة غير ربحية أسسها في سنة 2012 كمنظمة قديمة وشريكة لمنظمة دولية. الإدارة محطة آي راديو في كوبا. الهدف الرئيسي لآي ميديا هو تعزيز الملكية المحلية للمحطة من خلال تمكين بناء قدرات المواطنين في جنوب السودان في الإدارة وصناع القرار لاستمرار الرؤية. آي راديو أسسه لتقديم المعلومات التعليم الغير حكومية والأغراض العلمية للشعب في جنوب السودان والمناطق المجاورة، أخبار موضوعية ومتوازنة ومعلومات من قضايا حيوية والإبلاغ والمشاركة المدنية، كما في ذلك القضايا الحكومية، الانتخابات، الصحة، التعليم، الثقافة ومساواة بين الجنسين. آي راديو عنده خدمة الموجات القصيرة، وهو مشروع من آي ميديا بدعم ومجسد والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. مساء الخير ومرحب بكم مستمعي إذاعة آي راديو على خدمات الموجات القصيرة. يمكنك دائما الاستماع لبرامجنا واخبارنا باللغة العربية والانجليزية ولغة الباري ولغة الزاندي ولغة النوير ولغة الشولوكي ولغة الدينكا ولغة اللاتوكا وبرامج اعلامية اخرى. ويمكنك الاستماع لنا من